مساج العرس جدد طولوا في البخليمينار المداعبة باش تنجم العلاقة تكون ما غير وجيعة وتتعدى كما نحبو احنا. مالوغزمو احنا الكوبل التونسي كي باش يمشي يعرس الرجل يحطولو في مخو ميسيون مهمة باش يعملها، مش مبرمج على مهمة والمرأة مسكينة المفعول بها ويلزم ليلتها سينو تولي ثما مشكل، معناتها ماشيين باش يعملوا رابور خدمة الوغ كو فو زالي فيغ لامور ماشيغي ماهيش خدمة. يركبوها في مخاخو تولي هي من اللحظة الأولى مكبوسة وهو عاض على شفيفه باش يفتت في قنبلة. أمان أحسن رابور يصير هو عرفتوها كي عملوها ما فاقوش برويحهم كيفاش صارت، هذاك هو شيزم يصير مخها ماهوش هوني. احنا مالوغوزمون العرايس تجيك بكمية أفكار كبيرة في توجع في مشابات لك برشا دم في شباكوا من اللحظة الأولى هي كيفسة بكلها. نحب نقول لك راهو تجربة إكس إيكغيك مش كيما تجربتك أنت، وكل وحدة صارت لها وجيعة وإلا دم برشا راهو الرابور صار بطريقة خاطئة، على خاطر الدم مش حاجة أكيدة ومش لازم يهبط، ثم 40% ما يهبطش عليهم دم، عندهم غشاء بكرة مطاطي. أما لا كيفاش باش نعرف اللي أنا فيرش؟ أنت تعرف روحك شو عملت ولا شو ما عملتش. ونعاود نقول لكم فيرجينيتي سي دون لا تيت، اون بو تو فير تو تون ريستون فيرش، معناها نجمو نعملو كل شيء ونقعدو فيرش. الفيرجينيتي مش في حدود غشاء البكارة فقط. الحاجة نقولها لكم قبل العرس، امشيو اعملوا اون ادوكاسيون سيكسويل، افهموا اعرفوا ثقفوا باش لو بروميير رابور هذاك ديما تتفكروه بالبي، على خاطر ثما برشا ولا عندهم فاجينيزم في جرة لو بروميير رابور. اي تعرفوا اش معناها فاجينيزم؟ لا يوريكم تشنج مهبلي اللي يخلي المرأة تقعد اشهر وسنوات وهي توجور فيرش. اي يصبروا عليهم رجالهم وفما شكون ما يصبرش. دونك لادوكاسيون سيكسويل مهمة برشا، اعرف بدنك مش عيب، اعرف هذا شنو هو وكيفاش ووقتاش يصير، تو كل شيء يتعدى محلاه. كنت معاكم ساره عبد اللهي من لا ميزون فيتور مامون.